هل شيء أم لا شيء؟ نأمل أن يحصل الجميع على ما يستحقونه اليوم. سنكتشف بالضبط ما سيحصل عليه أبطال التحدي في غضون دقيقتين. في غضون ذلك نتمنى لهم حظاً سعيداً. مرحباً، نحن نبدأ. ميريندا وإما جاهزتان؟ لقد اتخذت خياري، أنا أحب اللون الأصفر. ليس سيئاً، حسناً، حان الوقت لكي تبتهجي. واو، كم هذا بارد، حتى القفازات لا تساعدني. أمسكي إما، لقد أعددت هذا الثلج خصيصاً لك. أوه، كم هذا بارد جداً. أنت نفسك اتخذت هذا الاختيار، استمتعي. أرى أنك باردة تماماً. حسناً، لنفكر في شيء ما. لدي قبعة وقفازات، أعتقد أنك بحاجة إليهم، أمسكي. ممتاز، هذا ما أحتاج. أكثر دفئاً. عظيم، دعنا نواصل. التالي القفازات. واو، تناسب يدي تماماً. أنا متأكدة أن الوشاح سوف يناسبك أيضاً. واو، كم هو طويل، ممتاز. شكراً جزيلاً، الآن أنا جاهزة للاستمتاع واللعب. لن أتدخل، سأرى كيف ستعمل ميريندا. لقد ضغطت على الزر، ماذا ينتظرني؟ شيء رائع، ليس لديك فكرة كم هذه الزهرة عطرة. حسناً، أنا أنتظر. إنه لأمر مؤسف أنك لن تكوني قادرة على الاستمتاع بالزهرة، لأنني أعددت لك تربة بديدان. أقبضي يا ميريندا، أعتقد أنها ستكون مفاجأة لك. ما هذا؟ أنا لا أحبه على الإطلاق. يكفي؟ يا له من كابوس، أنا كل في هذه التربة، ماذا أفعل الآن؟ فمي مغطى بالطين، هذا مقرف جداً. أنت مثل الخنزير، ملطخة كلك. لا أرى أي شيء مضحك. الكثير من الديدان، لا أستطيع تحملهم. خذوهم بعيداً من فضلكم أو دعوني أخرج من هنا. أو لا أحدهم ينظر إلي. لذلك كوني صديقة له، إنه لطيف. في رأيي ليست بداية سيئة للتحدي. أنا أتفق معك، أنا ألعب بكرة الثلج. هاي، هناك، أمسكي. ما هذا الآن؟ لماذا أنا باردة جدا؟ توقفي عن البكاء ميريندا، ابتهجي، الحياة جميلة. يبدو أنه لا يمكن إيقاف إما. هل أنتم مستعدون للمتابعة؟ بالتأكيد، أنا متأكدة من أنني محظوظة هذه المرة. تفاؤلك يجعلني سعيدة، سنكتشف قريباً على ماذا حصلت. تادام، دجاجة، يلها من جمال. تعالي إلى هنا يا حلوة، سألاعبك. أو إنها تطير إلى ميريندا. ما هذه الدجاجة؟ لماذا هي هنا؟ لا أعرف حتى ماذا أفعل بها. تقلقي، ستجدين بسرعة لغة مشتركة معها. أعتقد أننا بحاجة إلى أطعامها قليلاً أولاً. هنا الحبوب. وهذا لم يكن كافياً بالنسبة لي. الآن أنا قذرة وغير مرتاحة. مهلاً، هل تريدي أن تأكلي؟ انطلقي. أرى أنك جائعة حقاً، لا تكوني خجولة. حسناً، لقد كونت صداقات بالفعل، أخبرتك كل شيء سيكون على ما يرام. الآن أنا أختار. هذا صحيح، لدي شيء خاص لك، كتاب الطبخ. لنجد بعض الوصفات الرائعة. نعم، كعكة قوس قزح هي ما نحتاج. حان الوقت للحصول على المكونات الصحيحة. الطحين أهم شيء، لا شيء سينجح بدونه. أمسكي إما. لماذا هذا التعذيب؟ هل من المفترض أن أكله؟ لا يبدو فاتح للشهية على الإطلاق. انتهينا من الدقيق، الآن نحتاج إلى البيض. ها هو، يبدو مقرفاً، لكن هذه هي الوصفة. بيض نيء، هل تمزحون معي؟ نعم، دعونا نكمل. يأتي بعد ذلك الحليب. لدي بضع لترات. بارد جداً، لم أطلب حماماً من الحليب. متى سينتهي كل هذا؟ لا أستطيع أن أفعل ذلك بعد الآن، أنا لا أحبه. الآن كل شيء يشبه الكعكة إلى حد ما. نحتاج إلى التحريك. إما، تحركي، أنت في خلاطي. يبدو أن هذا يعمل. شعري، سوف تمزقين شعري، قفي، أتوسل إليك. حسناً حسناً، فقط اهدئي. فلنكمل. أحتاج إلى شراب الشوكولاتة. ها هو، أنا متأكدة من أنك ستحب هذا المكون يا إما. سأضيف كل شيء. شيء ما يتدفق مرة أخرى. ما هذا؟ لا يبدو جيداً جداً. أنت فقط لم تكتشفي أنه شوكولاتة. كل ما تبقى هو كريمة مخفوقة. لدي منها أيضاً.
آسفة، لم أستطع المقاومة، أريد أن أجربها بنفسي. لذيذة، ابتهجي يا إما. انظري إلى هذه الكريمة الرائعة. ما هذا؟ رغوة حلاقة؟ بالطبع لا يا سخيفة، أنا متسخة ومبللة. كدت أن أنسى الشموع. ماذا وضعت على رأسي؟ هذا يتجاوز كل الحدود. ممتاز، حصلت على كعكة حقيقية. إذن من سيكون الأول هذه المرة؟ ميريندا أحسنتي، سريعة في اختيارك. أخشى أنه لم يحالفك الحظ. لا أستطيع حتى النظر إليهم، أنا بحاجة للتخلص منهم بأسرع وقت ممكن. عظيم، شعرت على الفور بتحسن. كم هذا مؤلم؟ ما هذا؟ بروكولي؟ أنا لا أحبه. آسفة لكن لا يوجد شيء لنغيره. أكره الخضروات، لقد سئمت منهم، ماذا أفعل بهم؟ بالتأكيد لا يمكنك إعادتهم. هل يجب أن آكله؟ إنه مقزز، على الرغم من أنني لم أتوقع أي شيء آخر. لا أعرف ماذا تفعل هناك، لكنني مستعدة للضغط على الزر. أنا أحب هذا الأحمر. نعم، لقد نقرته. لديك حظ رائع أما، ستحصلي على جرة ضخمة من النوتيلا. أحب أكلها بنفسي. كم هي لذيذة، فقط شهية. شهية طيبة أما، هذا كله لك. حسنا، شيء بني مرة أخرى. يا له من كابوس. واو، إنها شوكولاتة، مذهل، أنا لا أمانع. أكملي، أخبرتك أنك ستحبيه. حان وقت الآن تجديد الطاقة، أنا أحب شطائر الشوكولاتة. شيء جيد أن لدي خبز محمص ونوتيلا. ممتاز، أخيرا حصلت على شيء لذيذ. منذ متى وأنا أنتظر هذا؟ هذا يبدو فاتحا للشهية. يمكنني تحضير الطعام جيدا. أتمنى أكل شطائر الشوكولاتة بدلا من البروكولي، أنا أكرهه. من الجيد أنه لم يتبقى سوى القليل. حسناً، كنت أن أفعلها. أنا بحاجة إلى الصبر قليلاً. كم أشعر بالسوء. مسكينة ميريندا، ماذا حدث لها؟ لقد تحولت إلى وحش البروكولي. ألا سأدمر كل شيء هنا؟ ماذا يحدث معها؟ أعطني الخبز المحمص مع الشوكولاتة. هيا بنا. هذه المرة سأكون بالتأكيد محظوظة. أنت على حق وأنا سعيدة من أجلك. لا يحصل كل شخص على مارشميلو، وأنت ستحصلي على جرة ضخمة. أليس ذلك عظيما؟ لكن أولا يجب أن أتذوقها. لذيذة. يبدو أن هناك أشياء جيدة. الآن كل شيء سيكون لك، استمتعي. مارشميلو، هذا حظ سعيد. منذ متى وأنا تمنيت الحلويات؟ هذا يكفيني، لذيذ، شكرا لك. حسنا، سأذهب إلى أما الآن. لا تتعجلي، لم أحدد خياري بعد. أرى أنك قررتي. بصراحة اختيار مثير للجدل بعض الشيء. بالطبع الناتشوز جيد، لكن في نفس الوقت إنه حار جدا. سأجرب قليلا. يا إلهي، لساني مشتعل. لا مانع من بعض الماء. هذا كل شيء، انتهيت، لا أريده بعد الآن. في الواقع إما اختارته، لذلك سأدعها تأكله. صحة وعافية. ناتشوز ممتاز، كم أنا محظوظة. أنا مستعدة للاستمتاع. لا تتسرعي يا إما. لماذا؟ إنه لذيذ جدا، أنا أحبه. أنا جاهزة لأكله حتى آخر قطعة. كم هو لطيف، يقدمش في الفم، مذهل. لكن لماذا هو حار؟ أنا على وشك الانفجار، ساعدوني. عرفت أن الأمر سينتهي هكذا، ما كان يجب أن أكون قريبة. هناك نار، رائع، سأشوي المارشميلو. ممتاز، تبدو فاتحة للشهية. أما، شكرا على مساعدتك. أخيرا يمكنني التنفس. لا أريد الناتشوز بعد الآن، من الأفضل أن تعطوني الماء. أعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء كل هذا. كل ماذا؟ أين نحن؟ واو، ماذا يوجد في الخزنة؟ لا أعلم. إذا افتح، أنت أتيت بنا إلى هنا. أنا خائف، ماري افتحي أولا. لا، لن أفتح، أريد العودة إلى المنزل. أنتم فقط كالأطفال الصغار، سأفتح.
رمز غريب، أتساءل ماذا يعني؟ أقدام دجاج، أوه لا، ليس هذا، سئمت من منظرهم. هل سأكله شخص ما؟ أنا؟ ربما ليس بهذا السوء. أوه، هم مقددون جداً، لماذا حصلت على أقدام الدجاج؟ مقرف، هذا فقط مقزز. لا أطيق ذلك، أنا بحاجة إلى الذهاب. باي باي. مع السلامة. هل ستعود قريباً؟ لا أعلم، لكنني سأفتح خزنتي. وجه مبتسم، رائع، هذا الذي. نعم، أريد أن أجرب أيضاً. أحلم، هذا كله لي. رائحة هذه الكريمة مثل الفراولة، أحب الفراولة. رائع، هذه ألف كعكة في حياتي. الآن سأقطعها إلى قطع، سيكون من المناسب تناولها هكذا. أريد أن أجربها أيضاً. فكرة، البنات لا يقاومونني. ماري أنت جميلة، اذهبي معي بموعد. نعم أنا متفرغة. شاركيني هذه الكعكة. خذ. أنا أفضل منها، ماذا يجري هنا؟ خذي هذه الكعكة بعيداً عن صديقي. يا كعكتي. أنا عدت بالفعل. لم يحدث شيء حتى. افتح خزنتك. حسناً، علامة استفهام، ماذا يمكن أن يكون في هذه الزجاجة؟ يبدو وكأنها جرعة سحرية، سأجربها. رائعة، لذيذة جداً. ماذا حصل معي؟ أشعر بطاقة كبيرة. واو، فيفيان بطيئة جداً، وماري أيضاً، لديهم وجه مضحك. نعم، أنا مليء بالطاقة. في ثانية وبسرعة فائقة، يمكنني أن أركض حول جميع المنازل والفناء والمدينة والبر الرئيسي، ويمكنني أيضاً الركض في جميع أنحاء العالم. لقد تعبت فعلاً. أوه، عصير، هذا ما أحتاج. أتمنى أن لا تمانع يا فتاة. لذيذ. أوبس، يبدو أن الجرعة لم تعد تعمل، يجب أن أذهب. ماذا حدث؟ أين كوكتيلي؟ إلى أين ذهب؟ لقد عدت. أعلم أنكم اشتقتم إلي. لقد أعددت لكم مزحة. ماري، هذا الشارب يناسبك حقاً. رائع. أوه، فعلاً ألذ كعكة في العالم. نعم، رائحتها مثل الفراولة. يمكنني أكل هذه الكعكة إلى الأبد. لذيذ. إنه الأمر المؤسف أن هناك فقط عدد قليل من القطع. وماذا لدينا هنا؟ أقدام الدجاج. هذا أنت تحتاجيه. رائع، فيفيان لديك تسريحة شعر رائعة. ماذا، أنت شائعة، جربي أقدام الدجاج اللذيذة. إيثان خذ، أنت طلبت ذلك. ما هذا على وجهي؟ هل لي بثانية واحدة؟ بالتأكيد. خذ هذا، تستحقه. هيا تعال، أشفق عليك بالفعل. ماري، ماذا تفعلي؟ لقد رسم لك شارب. واو، أتساءل ماذا لدي؟ وأنا أيضا. هل يمكنني البدء؟ مقرف. أوه لا، ليمون، هذا هجوم حمضي حقيقي، أبعدهم عني. هل أنت خائف من الليمون؟ بالطبع لا، لا أخاف من أي شيء، هم فقط حامضون. مقرف، لدي هذا التشنج من الحموضة على وجهي. سآكل كل شيء بسرعة قبل أن أشعر بالطعم. انظر إلى عينيه الصغيرتين. بالتأكيد. أشعر بتحسن. توقفي عن الضحك وافتحي خزنتك. حسناً، انظر إلى هذا الوجه المضحك، هناك شيء رائع في الخزنة. رائع، هذا بوب إيت، وأيضاً ضخم جداً، فقط ما أحتاجه عندما أكون مضغوطة أثناء هذا التحدي. ماذا بها؟ لا أعلم. فيفيان، عودي إلى رشدك، استيقظي. حسناً، دورك الآن. ماري، افتح الخزنة. لا مشكلة، ماذا هناك؟ واو، رائع، إنه كتاب قديم. لن أحصل على هذا في مكتبة عادية. هل نفتحه؟ لنجرب. دعنا نرى ماذا في الداخل. واو، هذا سحر أسود. أغلقيه.
انظروا يا رفاق، إنها ياد تزحف إلينا. سررت بلقائكم وداعاً. إذن لا تتركني، هذا فظيع جداً. كم أحب هذا البوب إيت، يمكنني اللعب ولا أحد يضايقني. أبعد يديكم عن لعبتي، إنها ملكي. لقد أفسدتها. حسناً انتظر. واو، الليمون هو ما تحتاج. دعونا نرى كيف ستقاوم هذا الهجوم الحمضي. تستحق هذا. أبعد عينك عن عالمنا الآن. هل انتهى الأمر؟ لم يكن بهذه الصعوبة. ماذا حدث؟ فيفيان، أنت رائعة جدا. حسنا، أخيرا عرفتم ذلك. لنلعب حجر ورق مقص. هيا، من يفوز يبدأ. حسنا، لقد خسرت. وأنا فزت. أتساءل ماذا يوجد في خزنتي؟ لا، هذه الطحالب. من أين تأتي هذه الرائحة؟ مقرف. أبعديهم عنا. سأجرب لكن القليل فقط. مقرف، أنا متأكدة من أنها أسوأ من أقدام الدجاج. لن أكل بعد الآن. سوف تأكلي وفقا للقواعد، يجب أن تأكلي كل شيء حتى النهاية. فيفيان يمكنها التعامل مع الأمر بنفسها، لا تزعجيها. أنت نفسك كان يجب أن تجرب هذا القرف. لن أكله. كل شيء سيكون بخير وعلى ما يرام، في المرة القادمة ستكون لذيذة. تستحقي ذلك. الآن سوف أفتح خزنتي. رائعة، إنها جوزة الهند. يقولون أن لديها ألذ حليب. واو، هي محظوظة. إذن كيف سأقطعها؟ لقد كانت فكرة سيئة، ولكن يمكنني التعامل معها. يبدو أنك ستشاهدينها فقط. ليس مضحكاً، هيا أفتح خزنتك. بكل سرور. ماذا يوجد؟ جهاز تحكم. هل سنشاهد التلفاز الآن؟ واو، يبدو أنه لم يستخدم منذ فترة طويلة. أتي جبهتي المسكينة. إيثن، كن حذراً. آسف. واو، ما هذا الزر؟ أتي جبهتي المسكينة. رائع، إنه تحكم بالزمن. إيثن، كن حذراً. توقف الآن، هذا أفضل بكثير. ماري، نعم، دعنا نوقفها حتى نهاية التحدي. ماذا حدث؟ الآن دعنا نحظى ببعض المرح. أوتش، جبهتي. أستطيع أن أشاهدك إلى ما لا نهاية. حسناً، انتهى الأمر. الآن سأخذ منك بعض المرح. أجلس هكذا. رائع. ماري ليزا لديها بعض الأعشاب البحرية. لا، ليس هذا. يقولون أن الطحالب مفيدة للصحة. شاهية طيبة. ماذا؟ دعينا، هيا أكملي وجبتك. فيفيان، سأنتقم منك. فقط كلي الأعشاب البحرية أولا، وسوف تفعل ذلك قريبا جدا. ماما، أمسكي، لا أشعر بالأسف من أجلك. متى ستنتهي هذه الجولة؟ لقد بدأت الآن. حسناً، هذا كل شيء. أنا أشعر بالملل. سأعيدها. لا، هو ملكي. أرجعيه. لا، إذن سأخذه بنفسي. حاولي فقط. هلا. هاي، أستطيع التحرك أخيراً. لا، ماذا فعلتم بجهاز التحكم عن بعد خاصتي؟ الآن هو لا يعمل. واو، رائع، جوزة الهند لذيذة جدا. ليس عادلا.